فرحه سوديسي المنتخب اللي عندهم كوفيد كيف كيف يعني حبوا يشاركوا حاجه به هذا يعني حتى اللي عندهم الكوفيد ما شاركوش قاعد يستنيهم في زملائهم كي دخلوا للوتيل معني عبروا على فرحتهم معاهم ومساندتهم ليهم وشيخين معاهم ومعني حقيقه يعطيك فكره على الجو داخل المنتخب شادوا كيفاش فرحوا الملاعبيه اللي ما نجموش يتمكنوا باش يمشيوا معاهم الماتش البارح حلوين ريت من ورا الشبابك من بعاد عليهم ماذا بهم يمشيوا بحذيهم لانه ما نجموش يكونوا بحذيهم لكن ديما تحس لهنا هكا كيف ما قال وليد تحس القرب نتاع الاولاد بين بعضهم تقص تحس زاد القلوب الصافيه لانه يعني الناس كلها عندها هدف واحد انك تعمل كان باهي كيف ما عديت بطوله عربيه باهي وصلت بها للفينال كنا نجم نتوجوا ونروحوا باللقب العربي ان شاء الله تقعد نفس الامبيونس هذه تقعد وتتواصل مع اللاعبين المنتخب الوطني التونسي.